بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه. السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم بعض القضايا التي تقبل الاجتهاد والتجديد وهي القضايا المستنبطة من نصوص ليست حاسمة في الدلالة على معنى واحد كالنصوص القطعية التي تحدثنا عنها ومن امثلتها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وامثالها مما لا يحتمل الا وجها واحدا محددا من النص. اما النصوص القابله للتجديد فتسمى النصوص الظنيه الدلاله وهي نصوص قليله كما سبق ان قلنا ومثلنا لها بالنصوص الوارده في البيع وغيره. ومن هذه النصوص الآيات الواردة في الأمر بالعدل والشورى والمساواة، فإنها قابلة للتطبيق عبر الاجتهاد على أي نظام من أنظمة الحكم ما دام يحقق مقاصد هذه الآيات، ومنها النصوص التي تحقق للمسلمين حرية الحركة والتأقلم بالأنظمة الحديثة في مجال العلاقات الدولية وهل الأصل في هذا المجال السلم أو الحرب ومنها أيضا مجال القوانين الجنائية طبعا في غير مجال الحدود الشرعية وإن كان مجال الحدود الشرعية هذا قد وضع له من القواعد والاشتراطات الشرعية ما يجعل من إقامة الحد أمرا نادر الحدوث مثل قوله صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، فهذه القاعدة بمفردها تجعل من إقامة الحد أمرا بالغ الصعوبة، إذ كل جريمة من جرائم الحدود لا تكاد تخلو من شبهة من الشبهات تأخذ بيد القاضي إلى النزول من عقوبة الحد إلى عقوبة أخرى أقل منها. وقل مثل ذلك في مجالات الاقتصاد ومجالات الاحوال المدنيه وكل ما يثمره قانون التطور من اجتماعات واداب وثقافات ما دامت تندرج بصوره او باخرى تحت مقاصد الشريعه والتي لا نمل من القول بانها مقاصد انسانيه واخلاقيه ومصلحيه تقوم على الايمان بالله تعالى. ثم تعرض الازهر في مؤتمره الى التنبيه الى ان عمليه التجديد في شريعه الله تعالى صناعه علميه بالغه الدقه لا يحسنها الا الراسخون في العلم وقد طلب الازهر في هذه الماده من غير المؤهلين تجنب الخوض في هذا الموضوع حتى لا يتحول التجديد الى ما يشبه محاوله للتدمير والتبديد. وفي مجال دعوات المتطرفين للشباب بترك اوطانهم التي ينعتونها بالمجتمعات الكافره ومطالبتهم بالهجره منها للالتحاق بجماعاتهم المسلحه يقول الازهر هذه الدعوه ضلال مبين وجهل بالدين وبشريعته السمحه والامر على عكس ذلك تماما اذ من حق المسلم إذا أمن على نفسه ودينه وماله وعرضه من الفتنة من حقه أن يتخذ له مسكنا ووطنا في أية بقعة من بقاع المسلمين أو غير المسلمين. والجهاد فيما يقول الأزهر ليس كما يشاع هو القتال مطلقا وإنما هو القتال من أجل رد الاعتداء والعدوان ولم يحدث أن شنت حرب في الإسلام لادخال الناس في هذا الدين ولو كان الامر كما يقولون لما وجب على المسلمين وقف القتال اذا اختار اهل البلاد المفتوحه البقاء على اديانهم ولما وجب على المسلمين ان يخيروهم بين الدخول في الاسلام او البقاء على اديانهم مع ضمان المسلمين لحريتهم حريه كامله في اقامه شعائر دينهم وتطبيق شريعتهم في كل ما يتعلق بحياتهم الشخصيه والاجتماعيه، والمنوط به امر الجهاد هو السلطه المختصه في البلاد وفق ما يحدده الدستور والقانون، ويحرم على اي فرد او زعيم او جماعه ان يجيش الشباب او يدربهم على القتل او قطع الرؤوس، ومن يفعل ذلك فهو مفسد في الارض. ومحارب لله ورسوله ويجب على السلطات المختصه وجوبا شرعيا ان تتعقبهم وتحاكمهم وتقتص منهم القصاص العادل وتخلص البلاد والعباد من جرائمهم والدوله في الاسلام ليست كما يقال زورا وكذبا دوله دينيه بالمفهوم الغربي وكذلك ليست دوله مستبده تجحد الدين وتحرم الناس مما يتضمنه من مصالح ومنافع وامن وامان وتهنئه غير المسلمين في اعيادهم وافراحهم ومواساتهم وعزاؤهم في مصابهم من اخلاق البر الذي امرنا الاسلام به تجاه اخوتنا من غير المسلمين ودعوى المتشددين الذين يذهبون الى حرمه تهنئتهم وتعزيتهم جمود وانغلاق وخروج عن مقاصد الشريعه وليعلم المسلمون في مشارق الارض ومغاربها انه ليس في تهنئه المسيحيين او اليهود من غير الصهاينه او اي مسالم لنا على وجه الارض ليس في تهنئه هؤلاء او تعزيتهم مخالفه لشريعه الاسلام وحجتنا فيما ذهبنا اليه قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقصدوا اليهم ان الله يحب المقصدين هذه الايه الكريمه قاطعه في الرد على الذين يحرمون مصافحه المسيحيين ذلك ان هذه الايه مع ما بعدها تقسمان غير المسلمين الى من لا يحاربون المسلمين ولا يخرجونهم من ديارهم ولا يضيقون عليهم ليهجروا بلادهم واوطانهم وهؤلاء لا حرج على المسلم ان يبرهم ويقصد اليهم بل مطلوب منه البر والقسط والبر المذكور في الايه هو حسن المعامله والاكرام والاقساط هو العدل باوسع معانيه، وهو ينطبق على التوازن في كل مواقف الانسان مع غيره وتصرفاته ازاءه. اما من يحاربون المسلمين فهؤلاء هم الذين تحرم معاملتهم بالبر والاحسان. وقد اوحت الايه الاولى الى الفقهاء والعلماء كثيرا من وجوه البر والتعاون بين المسلمين واهل الكتاب. وبخاصه المسيحيين منهم مثل جواز ان يتصدق المسلم على المسيحي الفقير وجواز اخراج زكاه المسلم الى مسيحي او يهودي وجواز ان يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لمسيحي وجواز الوقف عليه ايضا وهذا كله من باب البر المطلوب من المسلم تجاه الذمي هذا ونستكمل بقيه حديثنا في الحلقه القادمه ان شاء الله شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته